السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة. البنات أنا رجعت معكم بعد غياب طويل، رجعت بعد ما تخليت على القناة شحال هادي ما حطيت والو، ظروف خاصة وقهرة كتعرفوا الدنيا تلاهي كما كيقولوا. اليوم رجعت وجبت معايا واحد الجديد، جبت معايا واحد القفطان بالملاقية على طول الهبطة، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اليوم غيكون غير استعراض لهاد القفطان، من بعد غنشارك معكم طريقة ديال هاد الملاقيه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا ملاقيه زوينه على طول الهبطه ديال القفطان من الفوق حتى لتحت، يعني حتى لتحت كما كتلاحظوا. وهنا درت هاد السفيفة على التدويرة ديال العنق، جات حتى هي غزالة كما كتلاحظوا. هنا خدمت واحد السطر، من بعد خدمت هاد الملاقية ديال الكرميطة، وهنا حتى هنا خدمت نفس الخدمة اللي خدمت هنا ولاقيتهم، وهنا خدمت الدريس على هاد الجنب. المهم الطريقه راه نخليها غنخدمها لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. اليوم غير استعراض لهذا القفطان، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنا الكميمات بهذه السفيفه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حتى هي نفس الشيء. العدل لكم الثاني هذا مخدوم دائما البنات بالخيط المبروم، انا كنخدم بالخيط ديال الطرز الرباطي بالخيط ديال المبروم، كتعجبني الخدمه ديال المبروم اكثر من اي خيط اخر، يعني كنرتاح في الخدمه ديال المبروم. اما الكروشيه راه دائما الرقم 1260 دائما هذا الرقم باش كنخدم انايا. شحال هذه ما خدمت ملي رجعت للخدمه، راه رجعت بهذا الموديل. نتمنى الى الاعجاب ديالكم بصحه مولاتو. المهم غنخلي لكم دابا في الموديل كاستعراض، الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نتبع معكم الخطوات ديال هاد الملاقيه. قولي لي ارائكم في التعليقات، كيف جاتكم هاد الملاقيه، واش زوينه، واش تستحق نحط الفيديو ولا لا. المهم في انتظار الاراء ديالكم وتعليقاتكم، دائما كنتمنى تشجعوني باش نعاود نحط الجديد. بتشجيعات البنات راه كنحاولوا ما امكن نقدموا كل ما هو جديد. دابا غنخليكم على الموديل على المكان باش تشوفوا كيف جا.